المرأة هي النصف الأجمل في المجتمع، المرأة هي مربية الأجيال. أنا عيالي يشتغلون، زوجتي تشتغل وأنا نشتغل، ما فيها مانع، كل واحد كاتب بين البن. الاختلاف وارد حول كل القضايا وليست قضية عمل المرأة من غيرها، لكن في تجربة الحياة العملية الواقع العملي أثبت العكس. لأي إبرة عاملة وطموحة أنها تتسلح بالثقة بالنفس، تتسلح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنها تمشي في محددات صحيحة وتمشي وفق ما هو مرسوم لها باقتناع تام أنها ستصل يوما ما إلى ما أرادت أن تحققه ويكون لها أثر في هذه الحياة. يأتيكم في الأوقات التالية.